احنا دلوقتي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، يعني في محاولات لخفض فاتورة استيراد القمح في هذا التوقيت، ومش عارفين ده هيخلص امتى، واحنا زينا زي كل العالم بنعاني من نقص احتياطي النقد الأجنبي، يعني المفروض برضو يبقى عندنا أكتر من كده. هل هذه الخطوة هتزود هذا النقص ولا هتساعدنا أكتر؟ وليه عن طريق الإمارات؟ وإيه إيه ملابسات وليه قرض؟ يعني قرض دكتور مدحت، عملية إنقاذ لمصر، هي عملية إنقاذ للمخزون القمح المصري، إن إحنا ما عندناش غير 2.8 مليون طن. فده تدعيم لمخزون القمح. وبعدين القرض اللي وقعه الدكتور عالم سرحي مع بنك تنمية الصادرات الإماراتي لسه مستني موقف مجلس النواب الإماراتي. وبعدين ده الاستيراد هيتم في يناير بأمر الله، يناير 24 إن شاء الله. لكن احنا استلمنا الدفعة الأولى من القرض على حساب ان هو قرض. الو، ايوه يا فندم بسمع حضرتك. على حسب ان هو قرض، هو القرض، القرض الدوار اللي الامارات عاملاه بقالها حوالي 4-5 شهور، وبتساعد بيه الدول العربيه في المعونات الاقتصاديه او الحبوب او الاغذيه. ما هو ده اللي انا بسال عليه يا فندم، منين معونات اقتصاديه ومنين قرض؟ يعني ايه التصور؟ قرب لي بس الصوره. لا يا فندم، القرض ده 4%، الفايده بتاعته 4% على 7 سنين. يعني ميسر جدا، يعني ميسر جدا، يكاد يكون مش قرض يعني. بالظبط. وبعدين ده دوار على كل البلاد العربيه اللي محتاجه ارزيه. طب هل ده بيشترط يا فندم ان هو يكون الاستيراد عن طريق الشركه الاماراتيه، ولا احنا ممكن ناخد الفلوس نشتري احنا من كازاخستان لوحدينا؟ يا فندم احنا خدنا 100 مليون. احنا خدنا خلاص 100 مليون دولار. تمام. بس احنا ده على فكره للقطاع الخاص. مش للحكومه، يعني ده اللي هياخده هيتباع للقطاع الخاص. وبعدين احنا عندنا المخزون القمح يكفينا 5 شهور تقريبا. نعم يا فندم، اخر جمله تاني معلش. يكفينا مخزون القمح اللي عندنا ال 2.8 لمده 5 شهور تقريبا. بس حضرتك ما جاوبتنيش. انا سالت على حاجه، حضرتك كنت بتجاوب حاجه تانيه. انا سالت على فكره شركه الظاهره الزراعية مقرها الإمارات العربية المتحدة، مكتوب إنه ده هيبقى شراء القمح من هذه الشركة، فهل إحنا وهذه الشركة فقط؟ بالظبط، ما هو ده السؤال. هذه الشركة فقط ليه يا فندم؟ حضرتك لأن الشركة دي مكون من مكونات بنك تنمية الصادرات الإمارات، يعني هي جزء أساسي من بنك تنمية الصادرات ومساهمة فيه. تمام. يبقى إذن فكرة التسهيل التمويلي ده بهذا القرض الميسر مش هنقول من شروطه، لكن تكوينته جزء منها هذه الشركة. بشكر سعادتك فندم جدا دكتور مدحت صبري الخبير الاقتصادي.